اهلا وسهلا بيكم في حلقه جديده من برنامج مريم معانا. خلينا النهارده نتامل في سر جديد من اسرار الحزن. خلينا نتامل مريم بتزور سجن النساء. لو في حد فيكم زار السجن قبل كده لازم تعرفوا انه علشان نزور السجن لازم نصحى بدري قوي، فمريم كمان علشان قررت انها تزور السجن صحيت بدري قوي وراحت وقفت في طابور طويل منتظره دورها. بعد كل الاجراءات وكل التفتيش وكل الأمور الإدارية اللي كانت بتحصل، قدرت مريم تدخل السجن. قدرت مريم تلتقي بسجينات بأشكال وأنواع مختلفة من الجرائم. فمريم قابلت واحدة وتحاول تطمنها وبتحاول فعلا تكون حاضرة ليها. فالسجينة الأولى بتستريح لها وبتحكي لها قصتها، بتقول لها إني للأسف كنت عايزة أجرب. كنت عايز أجرب حاجات كتيرة، جربت التدخين وبعد كده جربت أن أنا أشرب كحوليات وبعد كده جربت أن أنا أشرب مخدرات، وفي النهاية انتهيت أني هنا في السجن بتهمة حيازة مخدرات. واحدة تانية بتقول لمريم أنه اضطرت أن هي تستلف علشان بنتها تتجوز لأن هي مطلقة وللأسف ما قدرتش تدفع فلوس الغرامة فدخلت السجن علشان معهاش فلوس. وقصص كتير جوه السجن، كل واحد فيهم كان بيشعر انه مظلوم او كان بيشعر انه مسؤول عن اللي حصل له ده، لكن العامل المشترك في اغلبهم انهم كانوا بيشعروا انهم مسجونين، حريتهم مسلوبه، وحاسين انهم من فعلا احيانا بيتحملوا هذه المسؤوليه واحيانا شاعرين بالم الوحده والم الشعور بانهم من محبوسين. مريم وسط هذه المشاعر فعلا مليانة نوع من المسؤولية، لكن كمان الألم اتجاه ان هم مش قادرين ياخدوا حريتهم، مش قادرين يشوفوا أهلهم، مش قادرين يعيشوا حياة عادية زي ما كانوا عايشينها برا السجن. مريم بتحاول تفهمهم وتقول لهم انه الله بيحبهم رغم كل شيء، وانه السجن مش بس أسوار من برا، لكن أحياناً ممكن نعيش سجن في قلبنا، سجن جوه حياتنا، سجن داخلي. مريم حاولت تقول لهم إن هم يمكن فعلاً مسجونين في سور، لكن كمان مدعوين قلبهم يكون حر، يطير قلبهم، يكون يشعر بحرية أبناء الله، حرية الناس اللي كل إنسان مغفور ليه. مريم وسط كل هذه المشاعر وكل هذا الأسى بترفع قلبها نحو يسوع، بتناجيه وبتقول له ولدي وحبيبي، أؤمن بأنك تشعر باضطراب قلبي أمام هذا المشهد. أقدم إليك اليوم الإنسان في أقصى صور ضعفه، وهو الآن لا يحتاج سوى إلى أن يؤمن بصدق بأنه إنسان محبوب خلق على صورة الله ومثاله. يحتاج الإنسان في لحظات كهذه إلى أن يتذكر أنك تجسدت وتألمت وصلبت ومت وقمت حباً به مهما كانت الحال التي هو عليها. أصلي لك يا ولدي من أجل السجناء في كل أنحاء العالم حتى يثقوا مرة أخرى بأنفسهم وبأن عدلك محبة، فيتعلموا أن يعيشوا الحياة بكرامة ولا يكونوا سجناء الماضي بل أبناء الرجاء والحياة. أتضرع إليك يا ولدي بصورة خاصة من أجل عائلاتهم ومن أجل المجتمع، كي لا ينظر نظرة دونية إليهم بل لينظر إليهم بعينك أنت ولدي، عين الرحمة والرأفة والحب. وإحنا النهاردة هل في صلاتنا بتصلي من أجل المساجين؟ هل في صلاتنا فعلاً بنذكر هؤلاء الناس أو بنصلي من أجل أسرهم ومن أجل كل اللي سابوه ودخلوا بالسجن؟ خلينا نصلي النهاردة من أجل كل سجين، من أجل كل شخص حريته مش موجودة، إن هو فعلاً يقدر وسط السجن يقدر يشعر إنه حر، حر لأنه الله بيحبه، حر لأنه الله غفر له أكيد،
حر، لأنه في وقت من الأوقات ممكن يكون بيشعر بمسؤوليته تجاه اللي عمله. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا كفافنا أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضاً للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة، لكن نجنا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد. آمين. السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك، سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين. المجد للآب والابن والروح القدس، كما كان في البدء والآن وعلى الدوام وإلى دهر الداهرين. آمين.